أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، آمين. يا إخوة تعالى لجلسي سيسدو نود وحبتي تدريس كتاب الفقه المناجين جلدي سووم لابريتش واسدو بستودو. أثني حكم ما يتبع الزنا من اللواط ونحوه. حكم أوي وتابعي الزنا، يعني هل أو الرزدة هل أو بابتيا باسكري موكو اللواط وأمثال اللواط. أما أنا حكمي أنشي أثني اللواط هو الإتيان في الدبري. لواتا وسان انسان لرقاي بشتو لمقعدا نزيكيبكا، سواء اكان المأتي ذكرا او انثى، يكسان او كسيك كاركيتا كاكرياوة مذكر بيا مؤنث بي. والصحيح من المذهب ان حكمه حكم الزنا. الرأي الصحيح لمذهبي شافعي دا اوسا حكمي لواتا من حكم الزناس بالنسبة الى الفاعل، يعني اذا فاعلك محصن بو رجمكري، أجل محصن نبو سذر بشلاخ وصالي تبعيد. فإن قامت البينة أو أقر، فإن كان محصنا رجم حتى الموت. أجل بينيك موجود بك كابرا كاري وايكر دوا يا أخوي إقرار بك ومحصن بو رجم كريتا بمري. وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن بلده عاما كاملا. اگر غير محسن يجبو صد ضربه شلاخي لي ادريتو صالك الا ولاتك خويا بتبعي ذكره. ودليل ذلك العموم في قوله تعالى، يعني دليل من ام ايه تسكر فرميتي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، مع قوله سبحانه في عمل لوط اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. آية فاحشة أنجامدا كهيج كز لعالمين برلي وامكارين كردو ديلو لا فرمي زنا فاحشة سوساء سبيلاس. وأحاديث شي لسر وارد بوغا، وقد ورد في الحديث تسمية من يفعل ذلك زانيا. لحديثي كيشا وارد بوغا كسيك كاري لواتأكا بيوترا وزاني. فقد روى البيهقي في الحدود باب ما جاء في حد اللوطي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل فهما زانيان. أجا بياويتك بياويك أو عملي كرد أو نزنا كارن هردويان زانين أرشان سندكي زعفي هاتيا. أما المفعول به غير الزوجة فيجلد ويغرب كالبكر وإن كان محصنا. أما مفعول به كأويك واللواتكي تكاكراو أجر جني كابرا نبي همسري خوي نبيت يجلد أو جلدي لي أدري ويغرب وصالك تبعيد أكري حلوكو فردك توشي زناها تبتو بكر بمحصن نبي أجر شي محصن يجبت، سواء أكان ذكرا أم أنثى، لأن المحل لا يتصور فيه إحصان. شون أو شوين يجنيك تبعي سليم وسالم أو كاربكاتو نتيجة إحصان تيا سورة بقريت تصوري إحصاني تيا بكري. وقيل ترجم المرأة المحصنة وتناوى أجرنا كجنيك محصنة بيت قيلك جاهزك أو رجمك بيت لقولي المذهب أو بكوخون را وتمان. وفي قول للشافعي أن من يفعل ذلك يقتل، لقولي كتري إمام الشافعي وارد بوغا هركس أمك ربك شفاعل شمفعول أكجريت، أخذا من الحديث الذي رواه أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هركسك تاندي كاري قوم لوتك هم فاعل هم مفعول به كبكجن. أما الترمذي روايتي كردا ابن ماجه بلام سندكي ضعفها حديثك. وهناك رأي لغير الشافعية أنه يحرق بالنار، لما أخرجه البيهقي أنه اجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على تحريق الفاعل والمفعول به. رأيك ترس كمذهبي غير شافعي كساني قرتويانا وتويانا أو كابرا لواتكرا لواتكرا أبي بسوتين ريت أقريبا. أما لبيهقية هاتوك رأي أصحابي بيغمبر عليه الصلاة والسلام لسر أما جمع بوك فاعل مفعولك شي بسوتين
رأيكي تري شاسكي لبرزايك أفري بيت أخوارو بچي أميان قرتوا أميان لما جراي عذاب قوم لوت كإنها تمليانا أميان لبرزايك أفري بيت أخوارو. وقال الحافظ المنذري حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء. حافظ المنذري إذا شوارنا فالخلفاء كابراي لوات كريان سوتاندو أبو بكر الصديق علي بن أبي طالب عبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك أما نام كاريان كبير سوتاندو يعني كابرا إذا تماشامنا كذا حافظ المنذري إذا أمانا كردو يعني ببرم بيك هذا باشه اسم ممكنه کابرا بیجه ای خوان خواسته پیاده تکی جنی خویا و آبکاتی. هذا و اما اتیان الزوجة في الدبر فهو حرام ومن الكبائر لما ورد فيه من الأحاديث الكثيرة التي تلعن من يفعل ذلك. ام کار خوان خواسته پیاده تکی جنی خویا آبکا حرام گناحی کبیر است چون احادیث کفری لسر اجماعشی لسر حرامه. إمام نووي أفرمي اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطئ المرأة دبرها حائزا كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة. أفرمي إجماعي علمائي كبيان وتري عالم الرأيكيان معتبرة لسر مساء حرام أو كارتكي كابراجني خوي چن لحيزة بي چن بي. وابن حزمي إجماعي لسر نقلك لمراتب الإجماع بس أو كار حرام أقريج كيل نقل كرا ولا كسانيق لجزشتغان بأسانيد كي ضعيفو هج اعتبارك. فمن هذه الأحاديث التي وردت في التنفير من ذلك ما رواه عن ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. خوا تماشاه رزاية رحمتي ناكات كسيك كبياويك تكي جني خويا لرقاي دبرها مجامعتك. أخرجه الترمذي حديث كيس صحيحة. وما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. هركسي لقل جنكا كلام عادتي ما نغانز جماعك يا فنابر خوال لطريقي دبرة تكيا رابطة برقراك يا برواب لي كاهنك ادعي غيب قويك أو كافر بوسو بوي وناصر بوغل لسر حضرة الرسول. حديثة تحسين وتصحيح كرياغة للايزانيانا. وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى امرأة في دبرها. ملعون يعني تم جناح كبيرس. أم كاري أم حديثي حسنة دكي حسنة. لكن إذا فعل ذلك مع زوجته وارتكب هذا المحرم عزره القاضي بما يراه مناسبا من العقوبات المختلفة. الله ما قرم كارك ذاتك هوسري خويا بك وأم قناح محرمي أنجام ذا قاضي تعزيري أكا بشتك وخوي بباشي بزاني لا أو عقوباتان دان الرياقة بشرط أن لا تصل إلى أدنى الحدود المقررة بشرط أو تعزيره نجي تحدي كمترين حدك لا دين دان الرياقة. ودليل ذلك ما رواه البيهقي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. كسك لكارك حدنية تعزير بدا تعزيرك جياند بتأندازي حد لحدود شرعي أو تجاوز كن أنداز نابي تعزير بقى تحدي لحدود ألبتة اختلاف إلى سرقسك أم روايتك مرسلة لحقيقتها لأصلا محفوظ بصورة مرسل محفوظة. حكم إتيان البهائم خوانا فاس إنسانك تكي حيوانك أو كارنا شايستبك من أتى بهيمة فإنه يعزر أم إنسانة عزير أدري ولا حد عليه على القول الراجح في المذهب لقول راجح حد دينية لأن فعله مما لا يشتهى عند أصحاب الأذواق السليمة. شم كاريك أم نفرك إنساني صاحب طبعي السليم اشتهى اشتواناك بل هو مما ينفر منه الطبع الصحيح ولا تميل إليه النفس السليمة. بل كما كارك طبعي صحيح فراري ليك تنفري ليز ونفس السليمة جميل بولاناك فلا يحتاج إلى زجر بس زجر بازداران ديك قوي وهاي قريق نيامة. والحد إنما شرع زجرا للنفوس عن مقاربة ما يشتهى طبعا على وجه غير مشروع.
حدود بوشي دان رياجة دان رياجة بو بازداري نفوس لأنجام دان يعني زيكبوني أو شتاني طبعا إنسان اشتهايانكا والله بشيوازي كي غير مشروع أنجامي با. والتعزير إنما هو عقوبة غير مقدرة يفرضها القاضي المسلم العادل حسب ما يراه رادعا لمثل هؤلاء عن مثل هذه الدنايا أو تعزيرج عقوبيك غير مشدياري كراوة قاضي تعينيك يفرضها تعينيك قاضيك مسلمان عادل بحسب هو وأبينته لازم يزانتها بازداراً دبي بو أمثال أم كارنا شايستة بستانة دنايا من ضرب أو نفي أو حبس أو توبيخ لدان بيت زندان كردن بيت نفي يعني تبعيد كردن يك بيت توبيخ بيه هاتشي بيه لأنه فعل معصية لا حد لها ولا كفارة شون كابرا قناحي كي كردوه نحدي هزنا كفارة وإذا انتفى الحد وجب التعزير وقت حد وجود نبو واجب التعزير بدريت روى الترمذي في الحدود باب من ما جاء في من يقع على البهيمة وأبو داود في الحدود باب في من أتى بهيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد أم رواه أبو داود سندك حسنة ابن عباس خب من يتولى إقامة الحد كي مسؤوليتي أنا إقامة حد كبر أحدى أجري إنما يستوفي الحد الإمام أو نائبه أم حدودان إمام يا نائب إمام إنما يندي إمام أنجام يا نداو بإقام يا نكا ولا يتولى ذلك أحد غير ما ذكر غير أم دون فركسي تناتواني مسألة حدود شبكة أنجام با إلا الرقيقة ذكرا كان أو أنثى مقر بردة چه بردة مذكر بي چه مؤنث فللسيد إقامة الحد عليهما سيد خويا تواني شو حد كان كما مثلا زناي كرد بي فنجا زربا شلاخة وذلك لما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها أجر كنيزي كسيكتان زناي كردو تبين زناها إذا تبين مثلا بطريقي بينا إقرار إلى آخر فليجلدها الحد ولا يسرب عليها باخوي أو جلداني بداولي لا يسرب عليها توبيخي فلنكا وتلو مي فلنكا وهي فلان وفي سار بوها تكردو بوها تكردو ليبا ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يسرب عليها بازا مقا دوبارة زناي كردو خوي حدكي لسر إجراكا ودوبارة توبيخاتي فلنكا ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر يعني شعر من بحبل من شعر أجر كرتي سوون بعضهم زناك كرو تتباع بيفروش بروح بيكاري أجر بتنافكي لمجبوه يعني تر ترناخوا بيقولك بروح بيفروش بكسكت أما رواه البخاري والترمذي حيث كيس صحيح وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على أرقائكم من أحسن منهن ومن لم يحسن ختان حدود كان حدود خنيوت الدسيقت كان أما سائلان حدود كان لسر بردكان تان برباب كان شواني دشاري إحسان بوغن شواني هلوز محسنية هذا كيس صحيح إقامة الحد على الضعيف أي كابراي كزم صن ضعيفا نخوشة برجي صدانا جلدك ناقري شيف كي بامه إذا استحق الزاني الرجمة وكان ضعيفا أو مريضا أو كان هناك حر أو برد مفرطان لا يؤخر الرجم لأن النفس مستوفات ولا فرق بينه وبين صح أجا بحثي رجمة قال رجم يعني قلتني يعني كابرا أجر كابرا مستحق الزنا بو شي رجم بو قال لو زاني أنا ضعيف بي مريض بي حر قرماي كي زور بي برد سرماي كي زور شديد بي أم رجمة ناخري تدوا بو شي شون لنا نفس أبي بقري نفسي كابرا أقري حقك لكاملي نفسي كابرا درياف تكري دي كوابت لنا فرق بيني نخوش ضعيف أمانتي نية تو هر قريت كابرا بكشي قرماز ياسرماز ترقيت يس أما مهم نية وأما إن كان مستحقا للجلد
فيؤخر إلى أن يقوى أو يذهب الحر أو البرد. أما أجر فأمره مستحقي شيء مستحقي جلدس وزعيب ونخوش بو يا قرما وسرمايك يوبو. أما أخري تدوارو دواو تاكاتيك قرماك لاشت يا سرماك لاشت. لكن إذا جلد الإمام في هذه الحالة فمات المجلود فلا زمان عليه. أجر هاتو كابرا لم حالو وزعدا يعني لم حالي نخوشينه يعني لم حالي سرمايه إمامك هر إجرائك وبسبب أو سرمازيالي أو إن كابرا مرد زمانتي لسرمية بو يعني حاكمك زمانت ناتا لأن التلف حصل من واجب أقيم عليه. شنك التلفك لشد سببك هات بدليل واجبك إقامة كريابو لسرمية. ويجلد الضعيف بإسكال عليه 100 غصن. إسكال إذا كبرى هذا برجي صد شلاخة كناجري غير ضعيفة. أما شيء كي دسيلة أو ترك إن كان شاخة دسيلة شاخة تريك صداني لقاوي أو شاخة باري كانهن صدان شاخة خيط باليك بأول صدانة كي كرت اللي أديت نجا إسكال أو سا. فإن كان به 50 فإن كان به 50 غصنا ضرب به مرتين. أجر أو إسكال أجر أو إسكال يعني شاخين لو درختك لقي زوري باريكي لزور أبيته هو لقي باريكة. فإن كان به 50 غصنا ضرب به مرتين أجر أو إسكال فنجا لقيها لقوا دكر ليدي وتمسه الأغصان بنوعك بيت فنوعك بيت أو إنانا هر پنجاك چی بيت باني بگريت باني كامل بگريت يعني جوري پان بو بيتو اكرت اللي بيت أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم يعني اكري بعضي كيشي لسر بعضي كيتر قراري قرت بيت تاكما ايشي بيبقى أو يضرب بالنعال أو بالسياب يا حد يخل اقاوشنية بكوشو لباسو آوان اللي بدري. فقد روى أحمد والنسائي وابن ماجة عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف. ها رويجل اسم مصغرة تياو بشكليكي ضعيف فخبس بأمة من إمائهم تكي كنيزة لكنيزاني أو مالدا كاري خلاويكت. فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده. باش يمكن الله في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام حدكي ليبن صدانك ليبن. فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك. يعني يا رسول الله من ضعيف له والصدان جلد ليبن أمره. قال خذوا إثكالا فيه 100 شمراخ ثم ضربوه ثم ضربوه ضربة واحدة ففعلوا. يقدس شاخ بقرن كصدان شاخ باريكي لقى بيني خرما بين هاتشيك صدان لقي باريكي بيت وهو يكرت ليبن أم حد كيتي ليه ففعلوا كرديان. أم رواية شيء سندكي حسنة فقد اختلاف أي مرسلة لوصل إرسال يا اختلاف متصلة يا مرسلة. كيفية الرجم أي رجم شو نكري. يستحب أن يحفر للمرأة حفرة إن ثبت زناها ببينة. أجي الزناي جنكا ببينة ثابت بوغا مستحبة شالكي بوبا كان ريت لنا أو شالابي لي بدريت. وأما إن كان ثبت زناها بإقرار فلا يحفر لها كي تتمكن من الهرب إن رجعت عن الإخلال. سبحان الله لما جزناك بإقرار خويبوك شاليبوناكني هروا لمحوتيك بازا دائن انت أقر فشيمانو بو لإقرارك وهرايكرت الرقاي ببي. أما الرجل فلا يحفر له حفرة أما بيو شالي بناكن ريت. وجميع بدن المحسن محل للرجم. بعث كما سيسبرد لكويبي أو حجارانك للرجم بكارجين دكي تكوي جميع بدن محسن محل الرجم اللي هركوي دكي مشكلة يعني المقاتل وغيره تجي جاهاي ك بعسي كشتنا بيت أو شنانة تجي جاهاي كنا والله مثلا إذا كارلا دكا لا بي مقاتلني رام ذكى نازل للسري سر مقاتلة مثلا مقتلة. ولكن يختار أن يتوقع الوجه فلان باشترى وسا ندري له صورة
لورود بعض الأحاديث بتجنبه شون بعض الأحاديث ما نزل لدان للسورة نهي كربه. ويكون موقف الرامي بحيث لا يبعد عنه فيخطئه أبي أو كسيك بردكان أو شينن أو عند الدور نبيك برديبو وشاند نيبيكي ولا يدن منه فيؤلمه أو عند إيج نزيق نبيت لو فاصليك متعارفا. والأولى لمن حذره أن يشارك في رجمه إن ثبت زناه ببينته أو لا وسحرك سلوي حاضرة أجر زناي أم شخصة ببينة ثابت بقى مشاركة بكالم كارا شون حد يكل حدود إخوة كاريك شرعية تعاون على البر والتقوى زمن. وأن يمسك إن رجم بالإقرار بلام أها أجر إقراري كردوا أو لا مسأم لينا دا باش كم فشيمان بيتو. ويجب أن تستر عورة الرجل وجميع بدن الحرة عند الرجم واجب عورتي بياو وجميع بدن جنك لكاتي رجمكاتية ستر بكري ولا يربط ولا يقيد نابي ببسرتو بشتيكو نابي دسوباي ببسرتو أو أننا بس ستر بيت. ويكون الرجم بمدر أي طين متحجر وبحجارة معتدلة أي ملء الكف لا بحصيات خفيفة لئلا يطول تعذيبه ولا بصخرات تزففه وتجهز عليه فيفوت التنكيل المقصود. وأبي الرجم كبشيب بمدر أي طين متحجر بقليكي الرقوب كبوسوك السنك يا بحجارة ببرتهايك معتدل بن متوسط بن يعني بري كفي دز بن نبر ريزة بردهايك سنقة بچوكانيك و تولي تعذيبي با عيسا تو حسيوك كابرا ببردي بچوك لي بي تبين هزار داني لي بي عذابي زورتره يا ببردي فرق قورا ها ولا بي سخرات سخرة بردي قورا نوي سخرة هل بقري تزففه يعني كاري يكسرب كاتو بيك برد وتجهز عليه يكرت بيكجي فيفوت التنكيل المقصود نتيجة أو تنكيلة أو عقابك مقصودة ببين ريتو خلقي ببين لبين بروا بس أبي برديك بي متوسط بكفي نازك في دزب. ويستحب حضور الإمام وشهود الزنا أجب الشهادة ببين ثابت بو مستحب خدي إمام والشاهدان زناي لويتي بن حاضر بن. وحضور جمع من المسلمين الأحرار أحراري جماعة المسلمانان حر أوانيك آزادان بردنيا أواني تشيبن أواني جلوية حاضر بن. لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين باكو ملا المسلمانان لوي شاهدي عذابي أو فياوجن الزانية بن. والسنة أن يبدأ الإمام بالرجم ثم الناس إن ثبت الزنا بالإقرار سنة مساء أجر بإقرار زناك ثابت والإمام دسببك إنجا خلقي. فإن ثبت بالبينة فالسنة أن يبدأ الشهود بالرجم ثم الإمام ثم الناس أجر بالشهود ثابت بوغا أول شاهد كان دسببك بالرجم إنجا إمام إنجا خلق. وتعرض عليه التوبة كما قال الماوردي قبل رجمه لتكون خاتمة أمره لويش فيه وتري توبك وبقرب لا إخوائي قولوا خام كارتي بمليتوا أمريكي لاهيو دواي مردنت باكيتو إن شاء الله لا إخوادا جزاتس تا خاتمي أمري بتوبة بي. وإن حضر وقت صلاة أمره بها أي وقت نواجه كيش هاتوة قيتو برو قيوة برو إمام أمرك عجي من نواجه كوفك. وإن أراد التطوع مكنه من صلاة ركعتين أجر حزي كردو قراكي ونواجه سنة خويني إمام إجازي بيدا دوركات خويني. وإن استسقى ماء سقيا أجا طلبي آوي كرد آوي بيدري. وإن استطعم لم يطعم بلان أجا طلبي طعامي كرد في نادري لأن الشرب لعطش سابق والأكل لشبع شبع مستقبل شون كت نوشيني أو خوارنوي أو لبرتي نويتي سابقة بلان أكل بو شبعك مستقبل خريك إيساء برسي أكبه الله وشي تينو بو قبله أو وصبح الحال أو كزروري ولازم أو في بنولي لنانك لازمناك. حد القسف لقد ذكرنا فيما مضى أن الإسلام حريص على صيانة الضروريات الخمس
حدي قذف قبل ذكر ما انكرك إسلام حديثا لسر باراستني ضروريات خمسة كعبارة وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، حفظ دينه حفظ جيانا حفظ عقلا حفظ عرض ناموس أبرو نسل ومال. ولذلك شرع الحدود والعقوبة لمن يريد أن يعتدي على واحدة منها. بويا إسلام حدود وعقوباتي كي دانيا قبو كسي قريكي بالدزريجي كالسريكي لأم ضرورياتانا. ومن الحدود التي شرعها الإسلام صيانة للعرض ومحافظة على النسب عقوبة القصف. يلو حدودانيك إسلام تشريعي كردوبون باراستني عرض ومحافظة لسر نسب عقوبي چيه؟ عقوبي قصف. فما القصف وما عقوبته؟ قذف چيه؟ عقوبتك ايش چيه؟ يعني بهتان قذف تهمتي ناموسيدان لكسك. وإليك بيان ذلك فيما يلي. هو بتو ذكري أكين بيان أم موضوعا لويك الأخوار ديت. معنى القذف في اللغة، القذف في اللغة معناه الرمي. قذف للغة معناه فردين بارت كردن اصطلاحي فارسي. ومنه قذف الحجارة وقذف الجمار. ها وقت يجي قذف حجارة يعني حجارة كي فريدا بركيدا بارتيكرد. وقذف الجمار جمار أو برد بشوكانن كله رمي جمارة لكاتي حجة سورة دقريبو أو كولاكي شيطانة. قال في مختار الصحاح القذف بالحجارة الرمي بها أو كي يجي قذف الحجارة يعني فريدا بارتيكرد. معنى القذف في اصطلاح الشرع، معنى القذف في اصطلاح الشرع شيء. القذف في الشرع هو الرمي بالزنا في معرض الشتم والتعيير. أو مهمة أو قيدة تهمتي زنادان بكسك لحالك كجركت شتم عيب عاري في بيجي يعني شتم دجويني في بي يا عيب عاري كي في نسبة بي. إن أجل لو حالتان بي مثلا قاضيك أو قساك ياشتي كتير أو داخلي أمنا بي. والمقصود بقولنا في معرض الشتم والتعيير إخراج كلام الطبيب مثلا عندما يفحص حال فتاة. مثلا الآن كان يجبر لإزدواج أيوان لا الدكتور مثلا يعني ممكن يجك باكرنية أزمايشي أقرن مثلا إتأوى بهتانية وقذفنية فيقرر أنها قد مارست الزنا. يا ممكن حتى بزشكي بيجي سابتك بيجي أما زناي تشبوك. وإخراج الشهادة بالزنا يا شي الشهادة بالزنا كابلا شهادة بدا بيجي من شهادتي دم أما زناي كردو أك بشرت شوار شهيدة كببن أك كمتر لشوار بن داخلي قذف بيتو أو حد لسر جرابي. فلا حد في ذلك إلا أن يشهد به دون أربعة من الشهود فيحدون كما سيأتي. ما جروي كم تلة شوارك الشايتي بن بوزنا أو أحد يعني لأدري ركوا باسكريا. حكم القذف يحرم على المسلم أن يرمي أخاه المسلم بالفاحشة. حرام لسر المسلمان براي مسلمان يا خشكي مسلماني خوي تهمتي فاحشة لبا سواء كان صادقا عند نفسه في اتهامه أم كاذبا. أها مهمة ما فرقناك شلا يخويا صادق بي چدروزن يعني شو واقعا دي بيتي چدروشكا هر دو هر حرام ام تهمته يسوا بدروجي تي گورتر او با اوكيتر يجي بصادقانه بجوري كتر گناحه. اها اما في حاله الكذب فلانه بهتان وظلم. لحالتي درو اما بهتان وظلم. والكذب من اقبح المحرمات وبهتان شخوي. واما في حاله كونه صادقا عند نفسي فلأنه كشف للأسرار. آها لحالك يشارك الراز قوة لا يخويا أم يشار حرام بوشي شون خليك أسرار عيبي كسك خواه دا يشار دو داري أخا. وهتكن للأعراس بأبرو كردني كسانيك. وفضح لما أمره الله بالستر عليه. فضح أشكرا كردني كسك شتيك كخواه أمري كردتشيك دا يشاره. إذا انزلقت نفسه في فاحشة أو معصية كابلايك مثلا شيء هاي ترازياغا كوتكناو فاحشة يا قناحة تخريكي بجي أو أبي ستريكي هاتي فصحيكي. ونشر لمقالة السوء في المجتمع. ها خريكي فاحشة وقناح وقصي خراو لبين المجتمع شيكي نشر بس در هر سورة توبي شيكي دايشاري. ولهذا عد الشرع الشريف القذف من الكبائر بمدلل سا شريعتي شريف تا
تهمت بهتان ناموسي لرزي قناحان كبيرة دانيانك. فقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع المبقات خوتان لحفت قناحي هلاك كنندب فارز: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أما واضح يكي كان قصفا تحديثة كمشهورة واضح بخاري مسلم. حد القصف ودليله أي قذف دليلي حد هس أجهسي دليل إثباتي تشي. الحد في الشرع هو عقوبة مقدرة وجبت حقا لله كحد الزنا أو حقا لآدمي كحد القذف. حد عقوبتك دياري كرا ولا شريعتها واجبك إذا يا لبر حقي إخوة واجبك وكو حد الزنا يعني إذا حد الزنا كابلا بيجي تكي منا زنا كذا يا تكي كنيش كي منا من عفوك منا حقي إلهي يا من يا وكو حقي آدمي بوكو حد قذف. وحد القذف إذا استوفى شروطه حد بهتان وقذف أجا شروط كان كامل موجود بيت 80 جلدة 80 بشلاخة وكذلك إسقاط شهادته وهمشنين أمبيا وحتى ساقط الشهادة بيتر هيش مهمش شهادتي قبول ناكري إلا إذا تاب فتعود إليه شهادته ما جت توبك أتأوى دواتر شهادتي لورقي. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أواني وا رمي بهتانة جناني محصنة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء دواري شوار شاهديا نها وردبت هشتازر بشلاخ يان ليبنو حج كاتيكيج تا أبد شهادت يان لي قبول نكن أوان فاسق مقر كساني توبوف كان دواي أو إصلاح حال كان خواب أوان غفور رحيم جاء إصلاح حال شون أكري تو كابلا لك دار كرت إسابي بيتو لبيني خلقا بيجي من اشتبام كرت من دروم كرت يك بيق أو خلقا جير بيت. شروط حد القسم بات اللي بيسن بوبعت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.